إذا نبدأ بطبيعة الحال على بركة الله. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا بطبيعة الحال. رجعنا لقضية الملف ديال المرحومة أميمة اللي تقتلت تجزئة المحيط ما يقارب تقريبا 3 سنوات على الوفاة ديالها، الله يرحمها والله يصبر الأهل ديالها والأحباب ديالها، مع الأم ديالها اللي الحمد لله أن بعد الحكم على القاتل تقريبا ما يقارب 20 سنه ديال الحبس. ناخذ الصلاح ديالها بطبيعه الحال وناخذ الراي ديالها بطبيعه الحال حول هذا الحكم، واش كيف جاها بطبيعه الحال. اختي الحمد لله ان كما شفنا اللون ديالك يعني تبدل ما بقاش كما كان. السلام عليكم، انا الام ديال اميمه المرحومه اللي تقتلت في جزيره المحيط، اللي بعد 3 سنين دابا كانوا حكموا على اللي قتلها ب3 سنين. يعني كيف بقات ديك الحاله ديال الحكم ديال السعدات؟ كنت مرات وبقى فيا الحال، وحسيت يعني بان كان القتل العمد عنده، وبان قال لك القتل الخطا، ومرات بالنسبه للناس كركف التاكسي كنسمع بان عطاوك شراو لك عملوا لك وهذا الشيء، ما انا بنتي ما يعوضها لي حتى شي حاجه. والحمد لله دابا كنشكر القضاء وكنشكر الوكيل العام والنيابه العامه والسلطه القضائيه، وكنشكرهم بزاف اللي الحمد لله نصف لي الحق ديالي والحق ديال بنتي بان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عواطف كان بزاف ديال الاراء، كنت كتسمعي كانوا كيتصلوا بك يقول لك بان السيده هو خرج هو هنا هو في اسبانيا، كيف بقات ديك الحاله رغم ان هذه يعني كما كيقولوا عباره عن اشاعات؟ نعم كيقولوا لي راه بان شفنا راه الناس هذوك عندهم فلوس، راه ما دخلش الحبس ما دار شي ما داك الشيء بزاف ديال، لان كنت انا كنخرج هكا كنمشي للسوق داك الشيء، بزاف الناس كيقولوا لي بان عطيتين هاد الناس تنازل اللي ولدك انتحر، وانا ولدي مات قدامي، ما بقاوت الحل اللي بقى فيه ديال ديك الحكم ديال 3 سنين. يعني ما صبرش ما صبرش وتألم في الدار، وبقى كيقول لي زعما علاش تحكم بهذا الحكم هذا، يعني كيبقى فينا الحل بزاف. والحمد لله الحمد لله ربي كبير وربي شار الحق والحمد لله، وكنشكر القضاء بزاف، كنشكره اللي بيه اللي الحق ديال اختي عمرك. كنتي مثبته بطبيعه الحال الحق ديال بنتك من الاول، وانك يعني عندك اصرار ان الحق ديال بنتك ما غاديش يضيع. كان عندي احساس وصافي بالحق، ديك الكلام ديال الناس بزاف يعني جرحت بزاف، كلام الناس كتجرح. بان راه صافي مشات بارده بان الناس عندهم نفوذ، عندهم انا درويشه ما يعني صافي. المهم تقبلت هذا الشيء هذا بالحق، كنصلي وكنقول له يا ربي وشهر الحق ديال هاد البنت اللي تقتلت هكا ظلما، وحسبي الله ونعم الوكيل وربي الحمد لله شهر الحق الحمد لله الحمد لله. دابا الحمد لله انك تخرجي كما قلتي لي في الكواليس، تخرجي براسك مرفوعه في المدينه ديالك. ايه الحمد لله، حتى من الجهه ديال الناس اللي كانوا كيشوفوا شي شوفه بحال اللي زمان، حيت درويشه رانا بقيت بنتي او لا، راه بزاف ديال الحاجات هادشي ما كايناش منه، وانا يعني بقيت تابع الحق ديال بنتي والحمد لله. يعني الحمد لله ان القضاء نصفك. الحمد لله كنشكر القضاء ينصفني الحمد لله الحمد لله. ربي كبير اللهم لك الحمد. ربي كبير الحمد لله بطبيعه الحال. واكيد ان معنا بطبيعه الحال رئيس الرابطه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان السيد الاستاذ محمد بلميدي، اللي كان متبع الملف بطبيعه الحال من الاونه ديالو، وغادي يعطينا بطبيعه الحال التصريح ديالو حول الواقعه وكذلك حول الحكم بطبيعه الحال. استاذي السلام عليكم. السلام عليكم، محمد بلميدي رئيس الرابطه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان. اول حاجه كنشكر وكنحيي الام عواطف على انها بقات صامده ومتبعه الملف ديال البنت ديالها المرحومه اميمه، رغم ما قيل وما يقال وما سنين تقريبا على الوفاه ديال المرحومه. هو غير نهار وتسمع الظلم يعني ما تقدرش تقبله، ودازت ايام وشهور وسنوات، وتواصلت معنا الاخت عواطف وخدينا طلب مؤازره كجمعيه، وحاولنا ما امكن اننا نكونوا سند معنوي للجانب ديالها ونفهموها شنو اللي ممكن يدار. وكان مجموعه ديال الاستشارات اللي الحمد لله
من بعد نهار الخميس 12 اكتوبر 2023 محكمه الاستئناف كتصدر قرار ديالها برفع العقوبه الى 20 سنه وتأييد الحكم المستأنف في باقي الامور ديالو، لان بتاريخ 27/7/2022 الغرفه الجنائيه ديال القسم الخامس ديال محكمه النقد اصدرت قرارها باعاده الملف الى محكمه الاستئناف بين الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وبين المتهم الأول ومن معه، وبالتالي إعادة تكييف القضية قتل عمد عوض قتل خطأ. كجمعية كنقولوا وكنوجهوا نداء من خلال المنبر ديالكم لهذيك الشاهدة اللي هي صاحبة ديال المرحومة، راه إذا كانت في الشهادة ديالها ظلمت شي جهة معينة فالذنوب ديالها الذنوب ديال اي واحد على الرقبه ديالها، اذا ما كانتش قالت الحقيقه كامله راه الذنوب هذيك المرحومه ولا اي واحد في هذه القضيه هذه ظلماته، سواء بتكييف او لا باعاده الشهاده. لان من بعد سمعنا لان تم بان السيد عوض ما كان نيش على المرحومه نيشان، لا ضرب في اللوحه واللوحه ضربت في القرطاسه، يعني كشي ديال الافلام الهندويه. وبالتالي احنا مأمنين بالقضاء المغربي. القرار ديال اكيد ان طبيعه الحال النيابه العامه والقضاء عندهم العقل طبيعه الحال باش يفكروا في شيء اول طبيعه الحال الحدث والواقع. اللي قرا القرار ديال محكمه النقد الملف الجنائي اللي اصدرته الغرفه الجنائيه القسم الخامس كيبان بالاكيد والملموس ان نحن دوله الحق والقانون، دوله المؤسسات، وحتى في التعليل ديال محكمه النقد في مجموعه ديال الحيثيات ديال الملف تبين بان كاين ناس عندنا فقهاء ديال القانون، عندنا ناس اللي كيمارسوا الرقابه. وبالتالي قرار ديال محكمه النقد باعاده الملف والقرار ديال محكمه الاستئناف نهار 12 اكتوبر برفع القضيه او رفع العقوبه السجنيه الى 20 سنه كيبين بان احنا دوله المؤسسات. المساله الثانيه هو الشق الاول ديال الملف. نمشيو للشق الاول استاذ ديال الملف، خصوصا ان السيده ام ديال المرحومه أم ديال المرحومة أميمة قالت بأن الناس هادو كانوا عندهم نفوذ، أنهم كما كيقولوا عندهم يدهم طويلة، ورغم ذلك يدهم طويلة ورغم أنهم عندهم نفوذ، ولكن القانون بطبيعة الحال كما كنقولوا القانون فوق الجميع. لا نختلف، خصنا النتيجة. وأكيد أن النتيجة باتت بطبيعة الحال. النتيجة بانت بالإصرار ديال هاد الأم الأسرة ديالها بالضريبة اللي أدتها في الوفاة ديال الأخ ديالها، متأثرا بمجموعة ديال الأقوال. لأن حنا بعض المرات الاقوال ولا اصدار احكام على اشخاص ومن ضمنهم كنا كنسمعوا بزاف الحاجات بان السيده هذه شدت الفلوس دارت 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 وتنازلت، ولكن كيبان بالملموس الان بان السيده هذه مازال كانت متشبته بالراي ديالها ومتشبته بالقضيه ديال بنتها وما باعتش بنتها. الشك الثاني ديال على ان الشخص الثاني كذلك اللي تنفيذ ديال الحكم، هناك المتهم الاول وهناك المتهم الثاني. الام كتطالب بان خص العدل يطبق على الجميع وتطبيق العداله على الجميع، واي واحد تورط في هذه الجريمه الشنيعه خصو يتعاقب وخصو يتحاسب. رجعوا للشق اللي قلتي انا، الشق الاول بطبيعه الحال اللي تكلمت عليه. الملف 775 لا 2612 2021 المحكمة الاستئناف الغرفة الجنائية الاستئنافية حكمت بتأييد الحكم المستأنف من طرف المحكمة الابتدائية مع تعديله بالرفع ديال القيمة الحبسية أو قيمة الحبس ديال المتهم الأول من 6 شهور إلى سنة. يعني أن المتهم الأول كان في المرحلة الابتدائية كان حكمت عليه ب 6 شهور، كان قرب يسالي العقوبة الحبسية ديالو وخرج، ولكن في الاستئناف زاد المحكمة الاستئناف زادته 6 شهور. يعني تقريبا سنة. سنة. وتأييد الحكم ديال 3 سنوات بالنسبة للمتهم الثاني. ولكن بتاريخ 25/5/2023 بعد رجوع القرار ديال محكمة النقد رجع لمحكمة الاستئناف 25/5 بدا الملف ديال قتل العمد اللي هو الملف 334/2612/2023 اللي العدد ديال الجلسات ديالو لم تتجاوز 9 جلسات. وبالتالي بدينا في 25/5/2023 وتسالى هذا الملف هذا 12/5/2023، يعني 5 شهور ما كملاش. علاش؟ لان المتهم الثاني كانت العقوبه الحبسيه ديالو غادي تسالى نهار 4
11/2023، وبالتالي المحكمة الاستئناف كانت واعية لأنه يجب إصدار قرار قبل انتهاء العقوبة الحبسية، وبالتالي يكون انسجاما مع القانون وانسجاما مع واحد المجموعة ديال الضوابط اللي حنا كجمعية كنأيدوا على أن أي مواطن مغربي ما خصوش يشك في المؤسسات القضائية، خصو يسلك جميع المسالك في حل الأم اللي من بعد صدور الحكم اللي بالنسبة لهم كان حكم مخفف، رسلت الرئاسة النيابة العامة، رسلت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما حي حاجة ومن حقها اللي تبين من بعد على أنه فعلا نحن دولة المؤسسات ثقة كاملة في القضاء. محكمة النقد اللي من خلال التحليل ديالها بان بأن كان واحد مجموعة ديال الملاحظات اللي نهار 12/10/2023 تبين بأن فعلا هناك دولة مؤسسات خص المواطن يثيق في القضاء، يسلك جميع المسالك، يدير اللازم عليه، وإذا تغلب هذه القضية ديال يدوم طوالين ويدوم طوالين، ملفات كثيرة عشنا احنا كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ملف ديال المتهم اللي كان ضرب السيد في 5/9/2010 وتحكم عليه حتى 2022، ودارت الاستعراض إصدار مذكرة في 2023. يعني واحد المجموعة ديال القضايا اللي المواطن كيستسلم على أن أي واحد عنده الفلوس راه إن كانوا يدير كل شيء. شكرا. إذا رجعت بطبيعة الحال مع الأخت عواطف، الكلمة ديالك الأخيرة وشنو هي الرسالة ديالك بطبيعة الحال لساكنة المدينة ديال العريش؟ كما كتقولي بأن الحمد لله أنك تخرجي براسك مرفوع وخرجتي، سبق لك أنك خرجتي براسك. الحمد لله، وكنشكر القضاء خذ لي حقي والحمد لله، وكنطلب حتى هادو اللي كانوا مع هاد السيد تاهما يتعاقبوا، تاهما ما تمشيش عليهم برده، تاهما يتعاقبوا. شكرا. شكرا. رسالة أخيرة، راه أي واحد داصر، أي واحد كيحسب أن على هو عنده الفلوس ولا بو عنده الفلوس أو لأنه فوق القانون، راه بالدليل وبالملموس راه كيبقى غير المعقول، كيبقى غير الصحيح. وأي واحد كيعتبر بنات الناس بأنهم لعبة أو لبنات الناس مساويينش، راه النتيجة في الأخير اللي كيظلم الناس أو اللي كيتعدى على بنات الناس أكيد النتيجة ديالو ما كتكونش هي هذيك. إذن بطبيعة الحال هذا هو الحكم النهائي بطبيعة الحال في قضية المرحومة أميمة. 20 سنة تقريبا، 20 سنة نعتذر، 20 سنة المتهم الرئيس الأول، وسنة المتهم الثاني، وسنة المتهم الأول. نتمنى أن الرسالة بطبيعة الحال ديال الأخت عواطف ديال الأم المرحومة أميمة تكون واصلة بطبيعة الحال، وكما قالوا وكما كانوا كيقولوا عفوا، والإشاعات اللي كانوا كيروجوا هنا في المدينة بأنها شبرت الفلوس، بأنها تنازلت، بأنها دارت، بأنها فعلت. الحمد لله أن الحق ديالها والحق ديال بنتها هو بان، وانتم سمعتوا بطبيعة الحال الكلمة ديالها. نتمنى أنكم تبارطاجيوها على أوسع نطاق، والله يرحم المرحومة والله يصبر الأهل ديالها والأحباب ديالها.